سنوات من الفساد والصراعات السياسية حولت العراق إلى خراب، لتأتي جائحة كورونا التي فرضت واقعا جديدا في العالم كله، ويتكشف معها مرة أخرى حجم الدمار الذي صنعته حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق. حظر التجول الذي فرضته السلطات لمواجهة الوباء في ظل نظام صحي منهار وفوضى قانونية لا يوجد لها مثيل في باقي دول العالم، لم يصحبها أي إجراءات تخفف من الأعباء التي تضغط على كاهل المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي لكسب قوتهم، ما ولد سخطا شعبيا ظهرت بوادره في مظاهرات خرجت في محافظة ذي قار. مصادر طبية أفادت باستشهاد متظاهر وإصابة آخرين برصاص القوات الحكومية التي أطلقت النار على المتظاهرين الذين خرجوا في مدينة الناصرية للمطالبة بإعانة الفقراء في ظل جائحة كورونا والإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات لاحتواء تفشي الفيروس، والذي لم تتخذ تجاهه أي إجراءات مبكرة كغلق الحدود مع إيران ومنع الرحلات الجوية القادمة منها. سلطة لا تعرف سوى العنف سبيلا دون أن تفكر في تهيئة وسائل العيش لأناس ضاقت بهم السبل ولم يجدوا سوى التظاهر للمطالبة بإيجاد حل لمعاناتهم، ليجدوا أمامهم رصاص القوات الحكومية وإجراءات قوات مكافحة الشغب التي عمدت إلى حرق عدد من المحلات التجارية مقابل المحكمة القديمة وسط مدينة الناصرية كإجراء عقابي للأهالي الذين باتوا بين مطرقة إجراءات تعسفية وسندان الحاجة التي ألجأتهم لها عقود الظلم والفساد. وفي ظل استمرار أحزاب السلطة بصراعاتها حول رئاسة الحكومة واستمرار الهبوط الحاد بأسعار النفط والإجراءات الحكومية التي لم يصاحبها أي بدائل لذوي الدخل المحدود، فإن الأمور قد تتجه إلى مزيد من التفاقم ما لم تتخذ إجراءات لتجنب كارثة اجتماعية مصاحبة للكارثة الصحية التي زاد من حدتها سوء إدارة الأزمة وفوضى صناعة القرار.